بسم الله الرحمن الرحيم. أنا سعود عبد الله الدريمي، مهندس كهربائي في أحد الشركات القطرية. اسمي أحمد المنصور، وأنا أعمل مهندس ميكانيكي، وحاليا منتدب معلم، أعلم مادة العلوم في أحد المدارس، مدرسة ابن خلدون في الدوحة. أتو معكم ماجد الهتمي، رحال مع بيوت الشباب القطرية لرحلة الأندلس لعام 2019. حب السفر والترحال بشكل سنوي. الحمد لله كنت من ضمن المجموعة اللي شاركت في رحلة الأندلس مع دكتور جاسم. في الحقيقة اللي تعلمته في هالرحلة كثير من الأشياء كانت ضمن المشاريع الثقافية اللي كان ودي أروحها. يعني أنا رحت من اليابان إلى الصين، إلى ولكن ولا عمري رحت لأسبانيا وبالأخص الأندلس. طيب، أنا بشكل عام عندي اهتمام بالتاريخ، وخصوصاً يعني التاريخ الأندلسي. يعني كنت أحب أقرأ عن التاريخ الأندلسي والأدب الأندلسي وهالأشياء. فلما وصلني الإعلان شفت أنه فرصة أن نروح ونزور. أنا كنت دائماً أنا أحلم أني أزور يوم من الأيام هذه الأماكن. فلما شفت إعلان الرحلة اللي منظمينها بيوت الشباب، فقلت هذه فرصة أني أروح وأشوف هذه الأماكن اللي دائما نقرأ عنها ونسمع عنها. فكانت فرصة ممتازة وسجلت مع الشباب. استفادة كبيرة صراحة. كمية المعلومات، كمية التاريخ الموجود في هالمدن صراحة أعطانا الكثير، ويجعلنا نفكر صراحة في أمور أخرى، أمور في الحضارات يعني ما شابه منها. والله أكثر شيء أثر فيني بصراحة قصر الزهراء حقيقة، يعني شيء عجيب. وجود الدكتور معانا صراحة أظن أنه هو المؤثر الكبير أولا، واختيار المدن صراحة. اختيار المدن كان اختيار بدقة، يعني الحضارة الموجودة في هالمدن، التاريخ اللي موجود في هالمدن، أعطى الدكتور حرية أنه يتكلم عن الحضارات، عن بناء الحضارات، عن سقوط الحضارات، عن المؤثرات التي تؤثر على الحضارات في أو يعني المؤثرات التي تؤثر على الحضارات من ناحية الأمور الثقافية، من ناحية الفلسفية. رحلة كان لها أبعاد مختلفة غير البعد التاريخي والأماكن، ونشوف الأماكن التراثية والأماكن القديمة. أيضا كان لها بعد إنساني وبعد ثقافي. يعني الرحلة كانت مع الدكتور جاسم كان لها نمط إنه هو نزور الأماكن وفي نفس الوقت يعلق الدكتور على الفلسفة. والله الرحلة قدمت لي الأشياء، يعني كانت هي من ضمن المشاريع الثقافية مثل ما تفضلت. مشاريع إن أريد الاستكشاف كل الثقافات الإسلامية اللي كانت بدأت من تركيا، وحاليا أسبانيا، وبعد ذلك إن شاء الله إلى الله راد نروح كازاخستان لزيارة المدن التاريخية. يعني الآن حسيت إن في بعد آخر في الترحال، يعني اللي هو زيارة المناطق الأثرية ويعني والعمق التاريخي في كل مدينة، يجعلك يعني تفكر أكثر، يعني تقف على كل مدينة وتشوف آلاف السنين من الحضارات، من التراث، من الثقافة. فبالتالي بالنسبة لي الآن أصبحت عندي يعني شغف إني أروح مدن أخرى وأزور مدن أخرى. طبعا من الأشياء اللي أصلا فاجأتنا، يعني إحنا في الأندلس إن دائما نقرأ كان اهتمامهم في العلم والعلماء في السابق، فاجأنا إن هالشيء مستمر حتى لحد الحين. يعني الأسبان، الشعب الأسباني يحتفل بالعلماء العرب والمسلمين اللي كانوا موجودين، ما زالوا يفتخرون فيهم، وتشوف نحصل لهم دائما تماثيل وأيضا أساميهم موجودة في كل مكان. فهاي كانت من الأشياء اللي أنا ما توقعتها، يعني التراث الأندلسي ما زال حي في الأندلس وفي إسبانيا.